ومعنا لقاء مع دكتور بيتر تكلا وأيضا المخرج صانع الأفلام. أهلا بحضرتك. اهلا بك يا ميرو. يا مبارك يا فندم. تمام، الحمد لله. أنا شايفة إن أنت طبعا النهاردة مع الفاميلي بنحضر اليوم الروحي الجميل بتاع أبونا داوود لمعي. عايزة أعرف النهاردة الوعظات بتاعته والمحاضرات استفدت منها بإيه، وهو كان بيتكلم على إيه؟ هي طبعا فرصة حلوة ما تتفوتش، يعني قدس أبونا داود لما جه عندنا الكنيسة، وفرصة ما ينفعش نفوتها. احنا من زمان متعودين على يعني وجوده معانا في المؤتمرات قبل كده، وفي الوعظات حتى لو اونلاين، فبنستفاد منه كتير. المحاضرات النهاردة كانت بتتكلم عن تربية الأولاد، وكان فيها كلام مفيد جدا. يعني أنا أشجع حتى اللي ما اتفرجش عليها أو اللي ما كانش موجود في الكنيسة يتفرج عليها اونلاين. طبعا الاطفال في سن مبكر او حتى لما بيبقى في التين ايج او سن كبير دايما يبقى فيه لازم رعايه واهتمام. وكنت بقول دايما ان احنا لاننا مشغولين جدا لازم نعمل بالانس بتوين الشغل والكنيسه والبيت. ازاي تقدر انت في حياتك تعمل بالانس؟ مظبوط. هو في حاجة حلوة انا استفدتها من كلام ابونا، ان البريوريتي او اهم حاجة واول حاجة هي الاولاد، والباقي كله بقى نفكر فيه بعدين. فحتى يمكن كلمة بالانس ممكن تكون مثلا مش فير قوي، يعني الاهم البريوريتي اللي هي الاولاد، وبعد كده الباقي كله بيبقى يعني تاني حاجة نفكر فيها. انا شايف ان لو فكرنا بالطريقه دي حاجات كتيره قوي ممكن تتغير، حتى في طريقه تعاملنا مع الاولاد. يعني هو ابونا قال كلام كتير ممكن يبقى صادم شويه، بس مفيد. ممكن يتعمل فيلم عليه ده يا فندم؟ هو اوريدي اتعمل اتعمل فيلم فعلا؟ ذا لاسترن اللي احنا عملناه، كان بيتكلم عن الموضوع ده بالظبط، ان البيرنتس بيتخانقوا على طول وبيعملوا مشاكل، والولاد بالظبط الولاد بيحسوا بصغر نفس، وبيؤدي للانتحار وبالاكتئاب. واحنا اتكلمنا في النقطة دي تقريبا بالظبط الكلام اللي ابونا بيقوله. بشكرك جدا أستاذ، بشكرك جدا دكتور بيتر، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية. شكرا جدا يا ميرا، وشرفتونا في الكنيسة، واحنا مبسوطين جدا بسيسات، مش في اليوم ده بس، في كل حاجة سيسات بتغطيها. انا مش هقعد اعد يعني كتير جدا، شكرا فشكرا جدا جدا لسيسات. شكرا ليك، أنت كمان إنسان مبتكر ورائع. شكرا يا فندم، ميرسي. شكرا يا ميرا، ربنا.